معنا المشرف على هذا الفضاء ورئيسه سي فيصل الزايري. سي فيصل يومك سعيد ومرحبا بك. يومك سعيد سي الحبيب وصباح الخير للمستمعين الإذاعة الوطنية. طبعا انتم في فضاء المبادرة تدعموا الشباب بصفة خاصة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تعطي قروض؟ لا مش بالضبط تعطي قروض. شكرا سي الحبيب على إتاحة الفرصة هذه للتعريف بفضاء المبادرة. كما تعرفوا فضاء المبادرة بالقيروان هو هيكل من هياكل المساندة والإحاطة بالباعثين وبأصحاب الأفكار المشاريع. أيوة. يرجع بالنظر لإشراف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. نعم. يسرى. الدور تاعه هو بالضبط في وطبعا في 24 ولاية في كامل أنحاء البلاد. أي بالضبط. أي. فضاءات مبادرة موجودة بالتقريب موجودة بكافة ولايات الجمهورية. نعم. فضاء المبادرة بالقيروان هو بالحقيقة من الفضاءات اللي تم احداث من اول الفضاءات اللي تم احداث على مستوى الوطني. نعم. هذا دل على شيء، دل على كونه معنا شباب ولايه القيروان واهالي ولايه القيروان عندهم معنا رغبه كبيره ياسر وتوجه كبير ياسر لبعث واحداث المشاريع الخاصه بالتعويل على الفضاء. الهدف نتاعو يعني شنو هو العمل نتاعو فاش يتمثل تحديدا؟ بالضبط المهام الاساسيه كما قلت لك سي الحبيب تاع فضاءات المبادره هو تأطير وإحاطة الباعثين أصحاب المشاريع الخاصة. نعم. على أحداث مشاريعهم. هذا هو. والتأطير هذا تقريبين يسير على مسار بعث المؤسسة كمعنى على مسار المؤسسة كاملة من فكرة على المشروع. أي. من البحث عن فكرة على المشروع لا إلى ما معنى مرافقة والمتابعة ما بعد إنجاز الفعلي تعرف لمشاريعهم الخاصة. نعم مشاريع خاصة عديدة في كل المجالات. طبيعي طبيعي هو ما يستثني حتى قطاع. أي. ندخله في كافة المجالات. وطبعا المشروع المشروع ما يكونش يتجاوز 25,000 دينار كما قلت لي. لا 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 لا, لا. مش بشرطي. هي بشرطي نحن أشوف نحن منظومة التمويل كما تعرفوا منظومة التمويل اللي هي منظومة التمويل معنا ثم ميكرو فينانس اللي هي تو حاليا توصل حتى 40,000 دينار. نعم. وثم منظومة التمويل عن طريق البنك التونسي للتضامن حتى 200,000 دينار. أي. وبالنسبة للشركات الأهلية البرنامج الجديد معنا بعثه السيد الرئيس هو حتى لحدود 300,000 دينار. احنا تقريبا الهدف تاعنا سي حبيب راهو مش نمولوا نحن نأطروا ونرافقوا الناس اللي يحبوا يبعثوا مشروع. تعرف باركور دي كرياسيون دونتربريز ما صار بعث المؤسسه فيه بعض نقولوا نحن الاشكاليات والصعوبات وخاصه الناشئه تاعنا كما تعرف وشبابنا ما تكونش من الصغر تاعه ولا تكلم ولا في التعليم منظومه التعليم ولا منظومه التربيه ما كوناتوش على اساس نهار اخر باش يكون صاحب مؤسسه وصاحب مشروع خاص ويعول على ذاته وكل شيء وقت اللي يتخرج طالب الشغل ولا خريجي مراكز تكوين مهني وكل شيء يلقى صعوبة وهو يحب يبعث مشروع يلقى صعوبة في عدد من الدور تاعنا نحن كيفاش نسهلوا نرافقوا في مستوى الفكرة في مستوى إعداد دراسة اقتصادية وفنية المشروع في مستوى التعرف على محيط المحيط البعث المؤسسة اللي هو البنوك هياكل التمويل والدعم هياكل نقولوا نحن مرافقة. اي سي فيصل مثلا اعطيني فكره على بعض المشاريع اللي بحذاك اللي في القروان مثلا. احنا تقريبا نشوف ما ثماش قطاع ما تمش مرافق فيه وتحداث فيه. اي قطاعات الفلاحه، قطاع الصناعه، خدمات، الصناعات التقليديه، قطاع ذات علاقه بالسياحه. هذا تقريبا الانشطه الكل. نعم. تم معنا مرافقه معنا عديد المشاريع وعديد الباعثين اللي بعثوا في مشاريع ذات صلة معنا بالقطاعات هذه اللي حكيت لك عليها تو. نعم. وفما اللي يلقاو بعض الصعوبات انتم تعاونوهم باش يتجاوزوا هذه الصعوبات. هذا هو هذا هو دورنا الفلسفه تاعنا. أي. الفلسفه تاعنا والدور الرئيسي تاعنا كيفاش المسار بعث المؤسسه تاعو نسهلوا فيه اكثر ما يمكن ونهزوا الباعث على اساس ما يلقى حتى صعوبه ويهزوه لبر. نعم. الامان والفلسفه تاعنا. أي. راهو سي حبيب قدر ماهوش احداث العدد قدر ما هو كونه
نكونوا باعث ونبعث مؤسسة قادرة على التطور والنمو. صحيح. هذا الاسمتان الأساسي، المساعدة ودعم على بعث المشاريع وتكون ناجحة في مسيرتها بالطبيعة، وقادرة على التطور والصمود معنا الأجور جيد معنا تلقى صعوبات. ومن الشباب اللي يفكروا من الشباب اللي يفكروا في بعض هذه المشاريع وتلقى عندهم رصيد مالي ويزيدوا ياخذوا دعم أو قروض من البنوك، أنتم ما تنجموا تقترحوا عليهم بعض الأفكار؟ يعطيك صح. شوف احنا أبار ما نقترحوش أما نساعدوه، لأنه راي فكرة الأساس تاعي يزم يكون باعث. إذا ما تكونش الباعث هو نقولوا نحن المصدر الرئيسي تاع الفكره، هذا النجاح تاعها مش يكون صعيب. احنا ناثروا وخاصه اذا يكون متكون ودارس وعنده شهاده في المجال بالطبيعه. يعطيك صح. نرافقوه ناثروا على ايجاد فكره تاع مشروع او حاجه قادره للتطور والنمو وتمشي معاه متطلبات وحاجات السوق المشابهه. اوتروتر السي حبيبه حكيت لي على التمويل. احنا من بين الملايين من موروش، اما عندنا اتفاقيه شراكه مع مصادر التمويل هذه مثلا نهارت لي يعطيك سامان بنك تونسي تضامن مع الجمعيات التمويل الصغير. هذول الكل عندنا اتفاقيات شراكه معهم. احنا نربطوا الصله خاصه الباعثين نحسوا بهم جديين ونسبه النجاح تاع المشروع مش تكون كبيره ياسر، نحن ندافعوا لهم على المشاريع تاعهم مع مصادر التمويل. نعم. كيفاش ينجموا يتصلوا بكم انتم؟ عندكم معناها طريقه الاتصال على الانترنت مثلا؟ طبيعي جدا طبيعي جدا، عندنا موقع ويب خاص بينا، باش فيسبوك تابع خاصه بينا، وعندنا حصص اعلاميه تقريبيا نحن كل اسبوع كل معنا 15 يوم نبرمجوا حصه اعلاميه جماعيه موجهه للشباب. وتدخلات تاعنا عن طريق الاذاعات المحليه كيسو صبر ولا واحنا مقرنا موجود معروف في الكومبلكس تاع التشغيل مسمين مكتب التشغيل في مدينة القيروان، طريق مدينة القيروان. نعم. ندخلوا تقريبا في أغلب الولايات. نعم. في أغلب الولايات. نعم. النشاطات كانت تنجم تذكر بالموقع أو رقم التليفون أو فضاء المبادر قيروان. أيوة. شارع بيت الحكمة المنصورة. نعم. هذا العنوان تاعو. التليفون تاعو 77 229 633. أيوة. ونباش فيسبوك تاعي إسباس أنتربرندر كيروان أنتي. واضح. هو بالحقيقة سي حبيب باش نكونوا واضحين، ما عندناش إشكال في مستوى معنا نقولوا نحن التوجه والولوج المقر فضاء المبادر، معنا عدد كبير ياسر توا حاليا قاعد يتوجه لنا، قاعدين نأثروا مجموعة كبيرة ياسر، وبالحقيقة ما عندناش إشكال فيها. أو معنا دور فضاء المبادرة ولا محوري على مستوى الجهة، على مستوى التطوير نقولوا نحن مساهمة في التنمية على مستوى الجهة، معنا ولا عنده دور فعال ونسخ بشهادة معنا أغلب معنا الجهات. نعم. المعنية. شكرا سي فيصل الزايري عن فضاء المبادرة بمدينة القيروان، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أصحاب المشاريع المقترحة.